هذا هو السيتاب القديم اللي كنت نسجل فيه مازلت عشان هي اوكي. المهم خلونا نريقليو الحالة ومن بعد نكملو. ليتس جو. السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بالف خير. راني فرحان بزاف كي تلاقينا مجددا. المهم في الفيديوهات الاخيره اللي درتها كنت لاحظت بلي كاين سؤال تكرر بشكل مستمر والمضمون تاعو علاش برنامج دافينشي ريزولف يمشي ثقيل في الحاسوب تاعي. ومتاكد انه هذا المشكل يواجه العديد منكم لسبب او لاخر، وحاجه صعيبه انك تواجه مشاكل في البرنامج اللي راح تقضي عليه اغلب الوقت تاعك، لانه راح يعطلك بزاف في العمل تاعك ويضيع لك كامل وقتك. لهذا خوتي صار لازم نصيبوا حل لهذا المشكله، ولا واش رايكم؟ لهذا في هذا الفيديو راح نوضحكم السبب اللي يخلي البرنامج بطيء في بعض الاحيان، ونقترح عليكم بعض الافكار والحلول الرائعه اللي راح تخلي برنامج دافينشي ريزولف يشتغل عندكم بكل سلاسه مهما اذا كانت اجهزه الحاسوب تاعكم ضعيفه بعض الشيء. لكن قبل ما نبدا خوتي نفضلكم ديروا اعجاب لهذا الفيديو، لان الاعجاب هو الشيء الوحيد اللي يحفز اليوتيوب باش يقترح فيديوهاتي على عدد اكبر من الاشخاص. وكما على بالكم انا نحب فيديوهاتي تنتشر اكثر واكثر. اشتركوا في القناه اذا مازال مشتركتوش، وتابعوني على الانستغرام راني ندير فيه كل يوم مشهور جديد خلف الكواليس وغيره. خوتي مشهورات شابين بزاف راني نديرهم في الانستغرام. المهم خلونا ندخلوا مباشره في موضوع الفيديو تاعنا. واولا خوتي لازم تعرفوا انه سبب بطء البرنامج على الاغلب يكون سبب الهاردوير ماشي السوفتوير، يعني ما عندوش علاقه بنوع الويندوز تاعك كله، لكن عنده علاقه مباشره بالمواصفات تاع جهاز الحاسوب تاعك. وفي هذا الموقع كما راكم تشاهدوا الان قال لك باللي باش دير مونتاج بشكل سلس الفيديوهات فول اتش دي لازم لك على الاقل 16 جيجا رام و4 جيجا فيرام، ولازم البروسيسور تاعك يكون فيه 4 كور على الاقل. ولا رام على بالنا واش هي خاوتي، على بالكم واش هي لا رام؟ اما الفيرام هي مساحه كارت الشاشه. مثلا انا في الحاسوب تاعي عندي انفيديا جي تي اكس 1050 والفيرام تاعها 4 جيجا، يعني حاليا انا راني في منطقه الامان. ويعني ايضا انه برنامج دافينشي ريزولف يحتاج بزاف قوه باش يمشي بشكل سلس، واذا المواصفات تاع الحاسوب تاعك كانت قل من المواصفات المطلوبه من الطبيعي انه يعلق معك. لكن في الحقيقه كاين خدعه سهله تمكنك باش دير مونتاج الفيديوهات على جوده وعلى مواصفات ضعيفه، وهذه اسمها جينيريت اوبتمايزد ميديا. وهذه باختصار واش دير؟ هذه تاخذ الفيديوهات اللي تدرت لهم امبورت لدافينشي ريزولف واللي جوه صعاب ومعقدين باش يعالجهم ويمشيهم بمواصفات ضعيفه، وتبدلهم لك بفيديوهات اخرى اقل جوده لكن ماشي معقده بزاف، فيديوهات بسيطه والبرنامج يجي وسهلين باش يقراهم ويمشيهم بشكل عادي. ولكن ما تتقلقش خوتي، في الاخر كي ديروا اكسبورت للفيديو تاعكم راح يخرج بجوده الفيديوهات الاصليه تاعك، يعني الفيديوهات ذات الجوده العاليه. وطبعا هذه باش نديروها خوتي حاجه سهله. اول حاجه تروحوا لهنايا للبرنامج، تبداو مشروع جديد كما راكم تشاهدوا الان، ثم تروحوا لهنايا لعجله الاعدادات هذه. تروحوا لعجله الاعدادات تروحوا لهنايا الماستر سيتينغ، تهبطوا لهنايا خوتي لحاجه اسمها اوبتمايزد ميديا اند رندر كاش. فوالا هنايا تحتاجوا تغيروا ثلاث اعدادات. الاولى هي اوبتمايزد ميديا فورمات، انتم تبدلوها للدي ان اكس اش ار اس كيو بهذا الشكل. اللي تحتها رندر كاش فورمات نفس الشيء دي ان اكس اش ار دي ان اكس اش ار اس كيو. فوالا الحاجه الثالثه اللي تحتاجوا تبدلوها هي هذا رقم 5، ترجعوه واحد كما راكم تشوفوا الان، ثم تضغطوا على سيف. فوالا. وبهذه الخطوه واش درنا خوتي؟ قلنا للبرنامج انه كي نقولوا لك دير جينيريت اوبتمايزد ميديا اعطينا فيديوهات بهذه الجوده، لانه هذه الجوده هي الاسهل على الحاسوب باش يتعامل معها وباش يمشيها لكم بشكل سلس. ثم بعد ذلك وين تروحوا لهنا البلاي باك، تتاكدوا بلي هذا الخيار الاول يوز اوبتمايزد ميديا اف افيلابل راهو تشيك. وهذا معناتها قلنا له استعمل هذا الملفات ولا هذا الفيديوهات اللي ماشي معقده وسهله وبسيطه اذا كانت موجوده. حتى دوكا خوتي كيما راكم تشوفوا رانا نعطوا له في التعليمات فقط، مازال ما كريينالوش هذا الفيديوهات اللي سهله ويقدر يتعامل معها. وباش نديروهم نروحوا للخطوه الثالثه، وهي تروحوا لهنايا الفيديوهات تاعكم ديروا لهم تحديد كامل، ثم تضغطوا على الزر الايمن للماوس على احد هذه الفيديوهات وتضغطوا على جينيريت اوبتمايزد ميديا. فوالا كي تضغطوا على جينيريت اوبتمايزد ميديا خوتي تبدا عمليه المعالجه واحده الخط هكا، هي انتظروا عمليه المعالجه حتى تتم. وكي تتم عمليه المعالجه هكا راكم كملتوا خوتي، وراهو جاب لكم فيديوهات بسيطه ويقدر يدير لها مونتاج، وتقدروا ديروا المونتاج لفيديوهاتكم بشكل عادي وبشكل سلس. وملاحظه هنا فقط خوتي، هذه الفيديوهات راح يمشوا معكم بشكل سلس تماما في الايديت بيج باش تقصوهم وكامل وتلموا الفيديو تاعكم. لكن بعد ما تروحوا للكولر بيج ولا للفيوجن وديروا كاش انيميشن خشينه، هذه الفيديوهات راح يعاودوا يولوا يمشيوا ثقال كما كانوا. ودرك تشوفوا خوتي مثلا نجيو ندو هذا الفيديو هنايا نحطوه هنا في التايم لاين تاعنا، نقصوه على خاطرش مانيش حاب ندي الفيديو كامل، راح يشد لي بزاف وقت بهذا الشكل.
فوالا كما راكم تشوفوا هنا في الايديت تاب خاوتي، راه يمشي بشكل عادي، ها 24 اطار في الثانيه بالاطارات اللي انا صورته بهم سواسوا. المهم بعد ذلك خاوتي نروحوا لهنايا الفيوجن ونطبقوا عليه اصعب حاجه نقدروا نطبقوها على فيديو، وهي نويز ريدكشن خاوتي، لان النويز ريدكشن هي اصعب حاجه في المعالجه. شيفت سبيس نويز ريدكشن، ها هي راهي ريموف نويز، نضغط عليها ريموف نويز بهذا الشكل، ونجو نديرو له نويز ريدكشن خاوتي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هوب فوالا، نعاودو نولو لهنايا الايديت بيج وشوفوا الفيديو تاعنا كيفاش يمشي. صبروا نكبروه شويه اذا نقدروا. فوالا شوفوا دركا كيفاش يمشي خاوتي، 12 اطار في الثانيه، ما راهوش يمشي بسلاسه كما كان راكم تشوفوا الصوره تاعي هنايا، راهي تتقطع كامل. فوالا هنايا باش تعالجوا هذا المشكل لازم تتاكدوا باللي في البلاي باك تاعكم رندر كاش راهو في سمارت. هكا يا خاوتي كما راكم تشوفوا، هاو كاين هذا الخط الاحمر فوق الكليب تاعكم اللي درتو له دركا يا الايديت، وانتظروا هذا الخط الاحمر حتى يولي ازرق. هكا كي درتو في سمارت يبدا يعالج فيه بالاقل كما راكم تشاهدوا الان، والمناطق هذا الحمراء كما راكم تشوفوا مازال ما عالجهمش، يعني يمشي وثقال ومتقطعين كما راكم تشاهدوا، لكن هذه المناطق الزرقاء اللي دار لهم المعالجه ديجا راهم يمشيو ب 24 اطار في الثانيه. فوالا خاوتي هذو كانوا هما اهم الخطوات اللي لازم تتبعوهم باش تتحصلوا على بلاي باك ولا مونتاج بشكل سلس في برنامج دافينشي ريزولف. اي فوالا خاوتي هذا كان هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا منه، ونتمنى هذه النصائح يكونوا فادوكم وسهلوا لكم العمل تاعكم، لانه هذا هو المبتدأ تاع القناه تاعي، راني حاب نعلمكم المونتاج ونسهلوا لكم ونخليه لكم ذات تجربه ممتعه ان شاء الله. المهم اذا عندكم كاش تساؤلات ولا كاش مشاكل اخرى ولا، نتمنى تكتبوهم لي في قسم التعليقات، راني نقرا كامل التعليقات تاعكم وراح نحاول نجاوبكم على اكبر قدر من التساؤلات تاعكم. المهم خوتي اذا حابين تتعلموا افكار اكثر في المونتاج ونصائح شابه في صناعه المحتوى كامل، نتمنى تشاهدوا هذه السلسله فيها العديد من الفيديوهات في هذا النقطه، وفي هذا الجزء من الشاشه راح يظهر لكم فيديو اليوتيوب يتوقع انه راح يعجبكم. خوتي ما تنساوش تشاهدوهم واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم عندهم نفس المشكل. المهم شكرا على المشاهده ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.